اهلا باهل اليوتيوب، سمعانين عن بنك الكولاجين؟ انا اليوم بدي احكي لكم عن بنك الكولاجين وكيف تفتحوا رصيد فيه وتحطوا وديعه من الكولاجين، مشان لما يجي وقت وتفلسوا فيه وما يعود فيه كولاجين بالبشره بتلاقوا عندكم وديعه، بس مو مصاري، كولاجين. طول ما نحن بفترة عمرية جسمنا قادر فيها انه يشكل كولاجين، فنحن رح نستغل هذا الموضوع ونخلي بشرتنا تشكل فائض ومزيد من الكولاجين وتحتفظ فيه، وهذا غالبا بيكون قبل انقطاع سن الطمس. بعد انقطاع سن الطمس رح تنخفض قدرة بشرتنا انخفاض كتير كبير بتشكيل الكولاجين، بس لما نحن نكون عاملين الخطوة الاستباقية وحاطين رصيد ببنك الكولاجين رح نلاقيها، ورح تكون نحن بنسمي الجمال الاستباقي، يعني نحن اخذين خطوة استباقية قبل ما نوصل لهذا العمر ونخلص يخلص فيه تشكيل الكولاجين، رح يكون في عنا ذخيرة كافية انها ترجع تمد بشرتنا بالكولاجين وتحافظ على نضارة ورونق حتى ونحن عم نكبر. انا اليوم بدي اعطيكم الطرق اللي تقدروا تحطوا فيها رصيد من الكولاجين بالبنك وتكبروا هذا الرصيد. الطريقة الأولى هي المايكرو نيدلينج أو الوخز بالإبر الدقيقة، وهي شغلة عاملة ثورة بعالم التجميل اللي هي الديرمال رولر. هي إبر دقيقة كتير، لما منمشيها على بشرتنا بتعمل جروح مجهرية ودقيقة، هي غير مؤلمة ونحن ما منحس فيها، هي جروح مجهرية يعني صغيرة كتير، بس لما الجسم بده يجي يعمل لها التئام لهي الجروح فهو رح يشكل كولاجين وإيلاستين حتى تلتئم هي الجروح، فمنكون عم نكسب من الموضوع انه نحنا عم بيتشكل عنا كولاجين وإيلاستين. شروط هاي الطريقة انه يكون في تعقيم ونظافة عالية كتير، لانه اي شيء موجود على سطح الجلد لما بدنا نمشي هاي الرولر عليه رح يفوت لجوات هاي الجروح، فاذا كان في جراثيم او ميكروبات بدل ما نشكل كولاجين بنكون عم نسبب التهابات بالبشرة، فلازم تكون الرولر نظيفة ومعقمة وكمان سطح الجلد يكون نظيف ومعقم قبل ما نساوي هاي العملية. الطريقة الثانية واللي كمان كتير مهمة وحكينا عنها فيديو تفصيلي اسمه سحر الريتينول، هي استخدام الريتينول، وشرحت لكم فيه بطريقة مبسطة كيف انه الريتينول بيفوت لعمق الأدمة وبيفوت للخلايا المصنعة للإيلاستين والكولاجين وبيفعل الجين المسؤول عن تشكيل هاي الكولاجين وبيخلي الخلايا تتحرض وتفرز المزيد من الكولاجين والإيلاستين. الريتينول الريتينول الريتينول، بدي ضل لكم لآخر العمر الريتينول لازم تستعملوه. اختلفت الإضاءة والديكور لأنه انقطعت الكهرباء. المهم الخطوة الثالثة هي نظام غذائي غني بالفيتامين سي. طبعا يعني شغلة غنية عن التعريف انه فيتامين سي هو من اهم العناصر اللي بتساعد على تشكيل الكولاجين، فلازم يا يعني نشرب عصير ليمون يا يعني ناكل برتقان يا يعني فليفلة خضراء، اي شيء غني فيتامين سي لازم يكون ضمن غذائنا اليومي. فيتامين سي هو الدينامو اللي بتستعمله الخلايا لتشكيل الكولاجين. الخطوة الرابعة انه نحن اصلا نحافظ على الكولاجين اللي موجود ببشرتنا، يعني نحط واقي شمسي او نحمل شمسية او نحط طاقية، المهم ندير بالنا على بشرتنا حتى ما يتخرب الكولاجين اللي اصلا موجود فيها. اخر نصيحة هي التقشير الكيميائي، يعني الاحماض الكيميائية مثل حمض الجليكوليك اسيد، الاسكوربيك اسيد، شو عنا احماض كمان، حمض الكوجيك، الريتينول، كل هاي الاحماض اللي بتعمل تقشير للبشرة هي بتحفز على انتاج الكولاجين، فنحن لازم كل شهرين او 3 شهور نعمل تقشير كيميائي لبشرتنا بواحد من هاي الاحماض، وانتو اختاروها على كيفكن. انا عاملة فيديو تفصيلي كيف نستعمل هاي الاحماض وكيف ندمجها مع بعضها لعلاج التصبغات، بس هي بنفس الوقت بتعالج تصبغات وبتزيد انتاج الكولاجين، وهذا هو فيديو اللي فيه تفصيلات كل هاي الاحماض التقشيرية، فهاي خطوة مهمة كتير لزيادة انتاج الكولاجين.
إذا لقيتوا الفيديو مفيد عطوه لايك وشاركوه مع كل اللي حواليكم، وموعدنا الأسبوع القادم فيديو جديد وموضوع جديد، واكتبوا لي بالتعليقات إذا عندكم أي اقتراحات لمواضيع بتحبوا نحكي عنها، وحتى لاقيكم دمتم بحفظ الله ورعايته.